السلام عليكم متابعي قناة المجلة الكرام. جعل الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة أحداثا تدل على اقترابها، وقد سميت تلك الأحداث بعلامات الساعة الكبرى لأنها تختلف عن علامات الساعة الصغرى التي بدأت منذ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه، فهي علامات يبدأ حدوثها في آخر الزمان وعند اقتراب نهاية الدنيا وقيام الساعة، وهي علامات تفاجئ الناس بمخالفاتها لسنن الله في الكون التي اعتادها الناس. ومن هذه العلامات التي ذكرت في القرآن والسنة خروج دابة تكلم الناس، فما هي هذه الدابة وما صفاتها ومتى ومن أين تخرج وماذا تفعل في الناس؟ المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. تعتبر الدابة من أهم علامات الساعة الكبرى التي تظهر في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وهي تخرج عند فساد الناس وابتعادهم عن الله تعالى وكثرة معصياتهم، كما أنها مذكورة في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها وذكر بعض صفاتها وخصائصها، ويعتقد أنها ستكون حيوانا يخرج من مكة المكرمة ويعمل العجائب والخوارق. أخرج مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وصف الدابة. عن ابن أبي حاتم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي مثل الحربة الضخمة. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر، وما لها ذنب ولها لحية. وعن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال: رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعام، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه نكتة بيضاء، فتفشو في وجهه حتى يبيض وجهه، ولا كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان، فتفشو تلك النكتة السوداء حتى يسود لها وجهه، حتى إن الناس ليتبايعون في الأسواق: بكم ذا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم. ثم تقول له الدابة: يا فلان أبشر، أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مكان خروج الدابة. اختلف العلماء في مكان خروج الدابة إلى عدة أقوال. القول الأول أنها تخرج من جبل الصفا أو من المسجد الحرام بمكة المكرمة. قال القرطبي: واختلف من أي موضع تخرج،
فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة، يتصدع فتخرج منه. وقال عبد الله بن عمرو نحوه، قال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت. ومما يدل على خروجها من أعظم المساجد ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد قال: تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينهم إذ دبت الأرض، فبينهم كذلك إذ تصدعت. قال ابن عيينة: تخرج حين يسوي الإمام الجمع، وإنما جعل سابقا ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج. القول الثاني أن لها خرجات، الأولى من أقصى البادية ثم تختفي ثم تخرج من بعض أودية تهامة، ويصدق عليها أنه من وراء مكة، وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. وهذا القول الأخير هو الذي يجمع بين الأقوال في خروجها. يقول السخاوي رحمه الله: وتخرج كما في بعض المرفوعات أو الموقوفات ثلاث خرجات من الدهر، فمرة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج مرة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. عمل هذه الدابة: كما جاءت به الأحاديث أنها تسم الناس المؤمن والكافر، حتى إنه جاء في بعض الروايات: فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه، ويشترك الناس في الأقوال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن الكافر وبالعكس. قال ابن كثير: وعن ابن عباس: تكلمهم تجرحهم، يعني تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن، ومنه تخاطبهم وتخرجهم. وهذا القول ينتظم من مذهبين، وهو قوي حسن جامع، والله تعالى أعلم. ويتلخص عمل الدابة في الأمور التالية: أولا أنها دابة تكلم الناس، ثانيا أنها تسم المؤمن بعلامة وتجلو وجهه حتى ينير، ثالثا أنها تسم الكافر بعلامة قيل هي خطم الأنف. قال ابن الأثير: يعني تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر الخطام. ترتيب خروج الدابة من علامات الساعة. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: أول الآيات ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، فإذا قتلهم الله بالنغف في أعناقهم على ما يأتي، وقبض الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام، وخلت الأرض منا، وتطاولت الأيام على الناس، وذهب معظم دين الإسلام، أخذ الناس في الرجوع إلى عاداتهم، وأحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق، كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى بينه وبينهم حجة عليهم ثم قبضها. فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز المؤمن من الكافر، ليرتدع بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم، ويستبصروا وينزعوا عما هم فيه من الفسوق والعصيان. ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون، فإذا أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها، ولم يقبل بعد ذلك لكافر ولا فاسق توبة، وأزيل الخطاب والتكليف عنهم. ثم كان قيام الساعة على إثر ذلك قريبا، لأن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد ذلك في الأرض زمانا طويلا، هكذا ذكره بعض العلماء. وروى مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها
فالأخرى على إثرها. هذا والله تعالى أعلم بما يكون وما هو كائن. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.